جانيت سفينة جديدة تدعم بها قطاع النقل البحري الجزائري بقدرة استيعاب تفوق 1470 حاوية. السفينة المخصصة لنقل البضائع والسلع نحو موانئ حوض البحر الأبيض المتوسط ستساهم في تقليص فاتورة اقتناء الخدمات من متعاملين أجانب في مجال النقل البحري. فيها طول الباخرة حوالي 172 متر والعرض 24.30 والعمق تاعها كي تكون محملة يعني كليا 9.50 متر تحت الماء، وفيها تقدر تاخذ حاويات تبريد اللي هما يعني مطلوبين كثيرا في الوقت الحالي، السفن مطلوبة كثير على المستوى العالمي. السفينة الجديدة مجهزة بأحدث وسائل الملاحة البحرية إلى جانب معدات محافظة على البيئة من حيث الانبعاثات ليتم تصنيفها كسفينة خضراء. الآن القوانين الجديدة كلها يعني تعمل في اتجاه تاع البيئة. فأول شيء يعني باخرة محافظة على البيئة مرغوب فيها في كل موانئ. اقتناء سفينة جانيت يندرج ضمن مشروع حكومي لتكثيف اقتناء البواخر في انتظار استلام سفينة بضائع مماثلة هذا الأسبوع وسفينة أخرى لنقل المسافرين خلال شهر جويلية المقبل.